من أهم المهارات التي يجب أن يتعرف عليها أي شخص مهتم بعالم الهندسة الإلكترونية أو الكهربائية هي مهارة التوصيل. فمن المهم جدا معرفة طرق التوصيل المختلفة وخصائص هذه الطرق وما هي مميزات وعيوب كل طريقة. هذا ما سنستعرضه من خلال هذا الفيديو. بشكل أساسي تنقسم طرق توصيل الدوائر أو القطع الإلكترونية مع بعضها البعض إلى طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى هي التوصيل على التوالي، والثانية هي التوصيل على التوازي. طريقة التوصيل على التوالي هي أن تقوم بتوصيل قطعتين إلكترونيتين مع بعضهما البعض من خلال طرف واحد فقط، بينما طريقة التوصيل على التوازي تشترط أن يكون التوصيل من خلال طرفين. فلو كان لدينا مصباحان قمنا بتوصيلهما مع بعضهما البعض من خلال طرف واحد كما نشاهد في هذه الصورة، فإن هذا التوصيل نطلق عليه توصيل على التوالي، أو باللغة الإنجليزية Series Connection. أما لو تم توصيلهما من خلال طرفين فإن هذا التوصيل يسمى توصيل على التوازي، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية Parallel Connection. فما هو الفرق في التوصيل بين الطريقتين؟ في هذه الدائرة، وهي عبارة عن بطارية موصلة على التوالي مع مصباح كهربائي، ويلي المصباح مقاومة، وثم الطرف الثاني للمقاومة متصل على الطرف السالب للبطارية. في هذه الدائرة فإن التيار يسير في اتجاه واحد فقط، حيث يخرج من البطارية ويسير في مسار واحد إلى أن يصل إلى البطارية مرة أخرى. لذا فإن التيار المار في جميع مكونات الدائرة له قيمة واحدة فقط. في المقابل جهد البطارية يتوزع على مكونات الدائرة كل حسب مقاومته. لو قمنا بقياس الجهد على المصباح الكهربائي وقياس الجهد على المقاومة الكهربائية، سنجد أن مجموع هذين الجهدين سيساوي الجهد على مصدر الطاقة في الدائرة وهي البطارية. بينما عند قياس التيار، وهنا نلاحظ أن لقياس التيار نقوم بقطع الدائرة وتوصيل المقياس بالشكل الذي ترونه، حيث يمر التيار في جهاز القياس ويكمل مسيره في الدائرة، على عكس مقياس الجهد والذي لا نحتاج لقطع الدائرة لتوصيله، وإنما فقط توصيله على الطرفين المراد قياس فرق الجهد بينهما. عند قياس التيار بين البطارية والمصباح سنجد أنه يساوي التيار المار بين المصباح والمقاومة، وأيضا يساوي التيار المار من المقاومة إلى البطارية، بالتالي هي قيمة واحدة وهو تيار واحد. هذا لأن القاعدة في التوصيل على التوالي تنص على أن الجهد يتوزع على عناصر الدائرة بينما التيار يبقى ثابتا. في هذا النوع من التوصيل، وبما أن الجهد من البطارية يتوزع على العناصر، فإن هذا سيؤثر على شدة الإضاءة، حيث كلما زادت كمية المصابيح في الدائرة فإن هذا سيقلل من الجهد على طرفي كل مصباح، بالتالي تقل شدة الإضاءة، لأن زيادة عدد المصابيح تزيد من المقاومة الكلية للدائرة، والتي سنقوم بالتطرق لطرق توصيلها واختلاف الحسابات بين كل طريقة في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. لكن من باب ذكر المعلومة، فإن لكل قطعة إلكترونية مقاومة، فالمصابيح أو الموتورات أو أي جهاز كهربائي آخر لا بد أن تكون له مقاومة معينة، وهذه المقاومة تختلف باختلاف العنصر أو الجهاز. في التوصيل على التوالي تكون المقاومة الكلية هي حاصل جمع المقاومات لكل العناصر في الدائرة. فلو فرضنا أن مقاومة المصباح الكهربائي هي 10 أوم على سبيل المثال، فإن المقاومة الكلية عند إضافة 5 مصابيح ستصبح 50 أوم، بينما تختلف طريقة حساب المقاومة الكلية عند التوصيل على التوازي، حيث أن المقاومة الكلية يتم حسابها عن طريق القانون التالي، وسيكون الناتج النهائي للمقاومة الكلية لجميع المصابيح يساوي 2 أوم فقط. سنتطرق لتفاصيل أخرى في حلقة قادمة. بالتالي وطبقا لقانون أوم، والذي ينص على أن التيار يتناسب عكسيا مع المقاومة، فكلما زادت المقاومة قل التيار والعكس، ونقصان التيار هنا نتيجة زيادة المقاومة يقلل من شدة الإضاءة. أيضا لو انقطع أي جزء من هذه الدائرة الموصلة على التوالي فإن هذا سيمنع مرور التيار في جميع أجزاء الدائرة. فلو انكسر أحد المصابيح مثلا أو أتلف لأي سبب ما، فإن هذا سيتسبب في انطفاء جميع المصابيح الأخرى. في التوصيل على التوازي فإن العناصر الإلكترونية تكون متصلة مع بعضها البعض من خلال طرفين.
كما نشاهد في هذه الدائرة نجد أن البطارية متصلة على عنصر المقاومة من خلال طرفين، وكذلك مع المصباح حيث تشترك العناصر مع البطارية في طرفين وليس في طرف واحد فقط. نتيجة لهذا التوصيل فإن الجهد على طرفي المقاومة سيكون مساويا للجهد على المصباح، وهو نفسه فرق الجهد على طرفي البطارية، بينما التيار الكهربائي الخارج من البطارية سيتوزع على المصباح والمقاومة كل حسب مقاومته. لو قمنا بتوصيل مصباح ثاني أو ثالث فإن فرق الجهد على كل المصابيح سيكون ثابتا، بينما التيار الكلي الخارج من البطارية سيتوزع على العناصر المختلفة. لو قمنا بقياس التيار المار في المقاومة وجمعناه مع التيار المار في المصباح سنجد أن هذا المجموع يساوي التيار الكلي الخارج من البطارية. نتيجة لثبات الجهد في هذا النوع من التوصيل فإن شدة الإضاءة تبقى ثابتة حتى عند توصيل مصباح آخر أو حتى عدة مصابيح، على عكس التوصيل على التوالي والذي تنخفض فيه شدة الإضاءة كلما زاد عدد المصابيح. أيضا من خلال هذا التوصيل لو انقطع أي جزء من الدائرة أو أتلف أحد المصابيح فإن هذا لن يؤثر على بقية المصابيح وستبقى تعمل بشكل طبيعي. نرى من خلال تجربة توصيل هذه الدائرة بشكل عملي، فرغم أننا نستخدم نفس مصدر الطاقة إلا أن شدة الإضاءة عند التوصيل على التوالي أقل بكثير من شدة الإضاءة عند التوصيل على التوازي، وذلك لأن جهد مصدر الطاقة وهو البطارية في التوصيل على التوالي يتوزع على المصابيح المتصلة في الدائرة، ونتيجة لهذا التوزيع يقل مقدار الجهد على كل مصباح وبالتالي تقل شدة الإضاءة، بينما في التوصيل على التوازي وكما ذكرنا تأخذ كل المصابيح نفس مقدار الجهد الناتج من البطارية. بالمقابل ورغم أن ثبات شدة الإضاءة تعتبر إيجابية بالنسبة للتوصيل على التوازي فإن هذا سينعكس على مقدار استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث سيكون استهلاك الطاقة الكهربائية عند التوصيل على التوازي أكبر من مقداره عند التوصيل على التوالي. هذا يتضح من القانون، حيث أن مقدار استهلاك الطاقة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية Power Consumption يقاس بهذا القانون، وهو P وهو الباور يساوي مربع الجهد مقسوم على المقاومة. وبما أن المقاومة ثابتة في المصابيح لكن الجهد في التوصيل على التوازي أكبر من الجهد في التوصيل على التوالي نتيجة التوزيع، فإن مقدار استهلاك الطاقة الكهربائية سيكون أكبر. وكذلك عند فقدان أحد المصابيح في التوصيل على التوالي فإن الدائرة تنطفئ لأن التيار لا يجد مسارا للمرور فيه، بينما لو قمنا بإزالة أحد المصابيح في التوصيل على التوازي فإن هذا لن يؤثر على عمل الدائرة وستبقى الدائرة تعمل بشكل طبيعي.